يا اهلا بالفيلمويه. النهارده هلخص لكم فيلم الكوميديا والرومانسيه الفيلم الصيني ماي فامباير سكول سيستر اللي تم اصداره سنه 2017. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. فيلمنا بيبدا بحادثه طياره، بنشوفها وقعت واتدمرت وضحايا كتير ماتوا، وبنشوف البنت دي بطلتنا اللي اسمها كيكي اللي بتكون نجت من الحادثة وما ماتتش. بنشوفهم في الأخبار وهم عمالين يتكلموا عن الحادثة الكبيرة دي واللي حصل للناس اللي كانوا في الطيارة. بعدها نفس البنت دي بنشوفها وهي في مكان كله أبيض فأبيض، ماسكة في إيديها خاتم، والخاتم ده كان جاي لها هدية من واحد صاحبها، هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض زمان. بنشوف معاها واحد كان شكله مخيف ولابس عباية سودة وعلى وشه قناع غريب بيديها كاس مليان دم أحمر. بنعرف ان كان في قصة حب كبيرة بين كيكي وبين الولد ده اللي اسمه ليو شوان. الولد ده كان مصاحب واحد تاني اسمه شان جوان. قبل ما يمشي صاحبه راح عادل له الكرافتة بتاعت الهدوم بتاعته عشان يركب الباص، وهو شكله نضيف كده ومحترم. ولما ركب الاوتوبيس كان باين ان في بنات كتير وكله مليان بنات جميلة، وهو كان متوتر. الولد ده كان متوتر وخايف قوي، خاصة ان كل اللي كانوا معاه في الاوتوبيس كانوا بنات موديل وجامدين قوي، عشان كده هو كان في ورطة. بعد كده وصل المدرسة وهو هدومه متبهدلة وطالع عينه. بعد كده اكتشف انه بالغلط دخل أوضة ملابس البنات وكان محرج جدا، بس بنشوف واحدة بتقرب منه وبتعدله كرافتته. بعد كده اجتمع مع باقي البنات اللي موجودين معاه في المدرسة، وبالصدفة ساعتها قابل كيكي لأول مرة وكان منجذب لها جدا. بعدها بيبدأ يعرف نفسه، فبيكتشف ان كل اللي معاه في المدرسة بنات وكلهم ما شاء الله زي القمر، وقال لهم يا جماعة انا اسمي شان جوان. بعد شوية بنشوف كيكي وهي رايحة لشان جوان وبتطلب منه ان يجي يعمل معاها حاجة، وساعتها بنشوفه وهو عمال يعمل لها تمارين اطالة عشان تعرف تتحرك بحريتها وما تحسش ان في حاجة من جسمها فيها شد. بعد كده بنشوف واحدة من البنات بتحاول تجيب موبايلها من الدولاب بتاعها، بس ساعتها بنشوف راجل شكله مخيف ومقنع ماسكها وخانقها جامد، والبنت دي اختفت. وبنعرف ان كل اللي في المدرسة عرفوا خبر البنت اللي اختفت دي، وعشان كده كله كان خايف ان الحادثة دي تحصل مع اي واحدة تانية، عشان كده الولاد كانوا بيحاولوا يعرفوا حقيقة اللي حصل بالظبط. بعد كده بنشوف شان جوان بيكلم مع كيكي وبيقول لها ان عنده اخ توأم اسمه ليو شوان. بنعرف كمان انه كان بيحب واحدة تانية اسمها كيكي اتعرضت لحادثة خطيرة في طيارة. كيكا قالت له ما تخليه يجي المدرسة معانا ويتعلم معانا الرقص، انت عندك موهبة حلوة في الرقص واكيد هو هيكون عنده نفس الموهبة زيك. عرض عليها اخوه انه يخش معاهم في المدرسة ويتعلم الرقص زيهم ويبقى محترف معاهم، بس هو قال له لا انا مش عايز كده، انا لسه متضايق عشان موت كيكي. بعدها بتحاول كيكي انها تحفز شان جوان اكتر وتوري له الكؤوس اللي هي قدرت انها تجمعها طول الفترة دي، وكانت بتفتح الدولاب وبتفرجوا عليهم. هي قالت له انت عندك نفس الموهبة واخوك كمان، لو انتوا جيتوا سوا هتعملوا ثنائي مع بعض جميل قوي. لما كان شان جوان واخوه في المدرسه سمعوا صوت صريخ عالي، عشان كده اخوه جري بسرعه البرق عشان يشوف في ايه، وكان بيتحرك بطريقه غريبه، فبكده نعرف انه واحد من مصاصين الدماء. بعدها بنشوف شان جوان واخوه وهما بيعملوا بروفا، كيكي بتقول لهم انتوا لسه محتاجين شويه تعليم. وبعدها بنشوف واحد من صحاب شان جوان وهو في المكتبه بيحاول انه يقرا كتاب معين. بعدها بيجي يمشي فبيلاقي حد مسكه من كتفه، وكان ساعتها خايف قوي. ولحسن الحظ شان جوان وصاحبه كانوا داخلين المكتبه في نفس الوقت وشافوا اللي حصل، وساعتها الشمس جت على مصاص الدماء ده فمصاص الدماء اختفى، وبنشوف كيكي بيغمى عليها. بعدها خدوا الولد اللي كان هيموت على المستشفى، وشان جوان خد كيكي على المستشفى برضه عشان يطمن عليها. ثم بعدها بنشوف شان جوان وهو بينقل كيكي على عربيه البضاعه دي، وساعتها وصلوا المستشفى كانوا شاكين ان ممكن اللي هم شافوها دي كانت واحده من البنات اللي اتعضوا وماتوا امبارح. ساعتها بنشوف كيكي وهي بتشيل الخاتم بتاعها فبتتحول لواحده عجوزه. صاحب شان جوان لما شاف المنظر ده اترعب جدا وما كانش مصدق اللي عينه شافته. ولما صحي صاحبهم من النوم تاني يوم كان عايز يقول لهم على اللي حصل، بس محدش كان مصدقه ومحدش اقتنع بالقصه اللي حكاها. بعدها بنشوف واحدة من الممرضات بتدي شان جوان الهدوم، ومعاها دبلة كان شان جوان شافها في ايد كيكي، وكان شافها برضو هي نفس الدبلة في ايد مصاص الدماء، وهنا بدأ يشك فعلا ان في حاجة غريبة بتربط الاتنين دول ببعض. بنشوف شان جوان وهو بيحاول يفتح الباب وبيدخل، ساعتها كان في مصاص الدماء بتقرب منه وهتموته، بس بنعرف بعدها ان ده كان مجرد حلم. بعدها بيروح على بيت كيكي ويطمن عليها، فبيفضل يقلب في حاجتها وبيلاقي المفاجأة ان عندها القناع بتاع مصاص الدماء.
بتقول له أنا كنت هموت لو ما شربتش الدم اللي اتعرض عليا لما عملت الحادثة، وعرفت إني لو شربت الدم ده مش هموت وهفضل عايشة، فعلشان كده أنا كنت مجبرة إن أتحول لمصاص الدماء. وبتعرفه إنها لو ما عملتش كده كل شوية وشربت جزء من الدم هي هتموت، لأنها تعودت على الدم خلاص. ساعتها قربت من رقبته وراحت عضاه وشربت من دمه. بنعرف إنه عمل كده عشان هو بيحبها ومش عايز أي حاجة وحشة تحصل لها. بس على طول بنشوف أخو شان جوان بيجي وبيهجم على كيكي، لأنه كان فاكر إنها بتحاول تموت أخوه، ما كانش يعرف إن أخوه هو اللي بيسمح لها بكده أصلا. بنعرف إن هما الاتنين كانوا اتكلموا مع بعض من زمان، وكانوا متفقين إن محدش فيهم يأذي شان جوان ويفكر إنه يمص دمه في يوم من الأيام. لما أخوه هجم على كيكي ساعتها اتفاجئ بالمفاجأة الأكبر، إن شان جوان أخوه مصاص دم هو كمان. ساعتها شان جوان كان مش عايز أخوه يتخانق مع كيكي، وعمال يقوله ما تعملهاش حاجة، أنا اللي طلبت منها إنها تعمل كده. وهنا بنعرف إن أخوه كان متضايق، لأن أخوه كان بيحب شان جوان وكان ما بينهم علاقة، وكان بيغير عليه ومش عايزه يرتبط أو يبقى علاقة مع أي حد غيره، لأنه للأسف شاذ. كيكي بتقول لشان جوان إنها ممكن تحقق أمنيته وهما الاتنين يتجوزوا ويعيشوا مع بعض في بيت واحد ويتبسطوا سوا. تاني يوم بيكونوا كلهم قاعدين بياكلوا مع بعض ومبسوطين إنهم سوا، بس برضو أخو شان جوان لسه متضايق إن أخوه بقى على علاقة مع كيكي. وبعدها بيرجعوا يروحوا المدرسة تاني، وساعتها بيتعرف أخيرا أخو شان جوان على واحدة جميلة، وشان جوان بيكمل في علاقته مع كيكي عشان يحترف في الرأس مع الفريق بتاعه. وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.